بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم مع لماذا لا نتوب لفضيلة الشيخ سلطان العويد. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه يفرح بتوبة العاصي المقصر في حق ربه، وإن هذه الفرحة من الله تبارك وتعالى عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: هذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة منتفع بها. أخي المسلم، هل أنت ممن يفكر في التوبة كل صباح ومساء؟ أخي المسلم، هل فكرت يوما في حكم التوبة؟ هل حصرت الأمور التي يجب أن تتوب منها؟ أخي في الله، هل لك تجربة مع التوبة؟ وهل تعلم حقيقتها وشروطها؟ هل ذقت حلاوتها في يوم من الأيام؟ أسئلة كثيرة، احرص أخي المسلم على معرفة إجاباتها وبسرعة، فإن فيها سعادة الدنيا والآخرة. تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب التوبة إلى الله وعلى جميع الناس بلا استثناء، صالحهم وطالحهم، كبيرهم وصغيرهم، من المكلفين الرجل والمرأة، الحر والعبد، كلهم في هذا الباب سواء، بل إنها تجب على جميع الخلق مسلمهم وكافرهم، بل إن المنافقين وهم الموعودون بأنهم في الدرك الأسفل من النار طلبت منهم التوبة إلى الله تبارك وتعالى. إن التوبة لها منزلة عظيمة عند الله، لأنه بها يتحقق صلاح العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. ولذا يقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة التي يريدها الله منا هي التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أخي المسلم، إذا علمت وجوب التوبة وحب الله وفرحه بالتائبين فاعلم أنه لا يجوز أبدا أن تؤخر التوبة، ولا تجعل يا أخي للشيطان عليك سبيلا حين تقول في نفسك سأفكر في الموضوع، وربما قلت لعلي أتوب قريبا. إن ملك الموت لا يستشير أحدا. ماذا تقول لربك إذا ناداك يوم القيامة؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ عبد الله، التوبة النصوح التي يريدها الله منك هي كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال هي التوبة الصادقة الجازمة التي تمحو ما قبلها من السيئات وتكف العبد عما كان يتعاطاه من الدناءات، وذلك بأن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف في الماضي ويعزم على ألا يفعل ذلك في المستقبل. انتهى كلامه رحمه الله. التوبة إذا وجدت حقيقة يا أخي المسلم غيرت حياة الإنسان وتفكيره وسلوكه، كلامه وأخلاقه، تعامله، فيصير شخصا آخر، بل إنها تظهر على وجهه. إن للتوبة إشراقة في الوجه يقرأها كل ذي بصيرة في دينه. عباد الله، اعلموا أن التوبة لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا توفر فيها ما يلي: أولا، الإخلاص لله تعالى. لا يكون الباعث على التوبة مراءاة الناس أو البحث عن السمعة الطيبة مثلا في الدنيا، أو أن تجعل التوبة سبيلا لتحصيل منصب أو مال أو جاه أو إرضاء لمخلوق كزوجة أو والد أو والدة، بل لا بد أن تكون التوبة خالصة لوجه الله عز وجل، وطمعا في مرضاته، وخوفا من عقابه، حبا له جل وعلا. ثانيا، الإقلاع عن الذنب. لا يكفي يا أخي المسلم أن تقف عند حد التفكير في التوبة والتأثر بالموعظة حال إلقائها، إنك تجد نفسك تتفاعل مع المواعظ، تتفاعل معها بمشاعرك وعواطفك فقط بلا إقلاع مباشر عن الذنب المطلوب التوبة منه. عند ذلك لم تحصل التوبة، لا تحصل التوبة إلا بمفارقة الذنب. بعض المسلمين يحب الأحاديث عن التوبة والمواعظ، ومع كثرة ما يسمع فإنه لا يحرك ساكنا، لا يغير واقعه، وكأن الحديث عن التوبة يخص غيره لا يخصه هو، أو أن له مجالا في التفكير والتسويف، وكل هذا من الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. ومن الأمور التي لا تصح التوبة إلا بها، وهو الأمر الثالث، الندم على ما مضى من التفريط في جنب الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. لماذا كان الندم توبة؟ ولماذا صارت التوبة لا تصح إلا بشيء من الندم؟ لأن الندم علامة قوية تدل على صحة ما في قلب التائب، وتدل على سلامة التوبة من المقاصد الأخرى. إن العبد إذا أقلع عن معصية من المعاصي خوفا من الله عز وجل وطمعا في رضاه وجنته، عند ذلك سيتذوق أمرا لا يمكنه أبدا أن يفرط فيه، بل يجعله يندم على تأخيره في أمر التوبة، ويقول في نفسه: كيف كنت أرتكب مثل هذه المعاصي، وكيف كنت غافلا عن هذا الخير العظيم؟ فيتمنى أنه لم يكن يقع في تلك المعصية أبدا،
وقد خلصه الله تعالى منها بفضله وإحسانه. ولذا فإن من علامات فساد التوبة أن ترى العبد ربما يتذكر بعض الذنوب التي تركها، يتذكرها على سبيل الذكريات المسلية الباعثة في نفسه الأنس والراحة، وإذا اجتمع مع بعض من كان يصنع معهم هذه المعصية ربما صار يتحدث عنها بشيء من الفخر والسعادة. هذا والله دليل على فساد توبته لا على حسنها وصلاحها وسلامتها. ولذا فإن الندم لا بد منه، لا بد أن يكون هناك ندم على ما حصل من التقصير في جنب الله تبارك وتعالى. رابعا، العزم على عدم العودة إلى المعصية التي تاب منها العبد. ومعنى هذا أن يعاهد العبد ربه ألا يرجع إلى ذلك الذنب، ويخاف أن يأتيه الموت وهو قريب من تلك المعصية. نعم يا عباد الله، إن الذنب الذي تاب العبد منه لا بد أن يظهر العبد لربه أنه عازم على عدم الرجوع، يظهر لله صدقه وجده ويؤكد هذا بفعل. كيف يكون ذلك؟ يبتعد عن أجواء المعصية وعن أهلها وعن أماكنها وأسبابها. وهذه المسألة هي التي يقع فيها كثير من التائبين، فيحصر عندهم الحور بعد الكور، يتوب ثم يرجع. السبب أنه حصل عنده الإقلاع، وحصلت عنده همة جعلته يندم، لكنه لم يعزم ولم يعمل بمقتضى هذا العزم، فتراه يحوم حول أجواء معصية. ولو أردنا أيها الإخوة أن نمثل بمثال، بعض المسلمين هداهم الله، يبتليهم الله بشرب المسكر وهم ليسوا قلة، وبعضهم مصلون، نعم بعضهم من أهل الصلاة، ويبتليهم الله بشرب المسكر، وهذا المسكر الخبيث له أثر في حياتهم الزوجية والتعاملية والاجتماعية. هؤلاء كثير منهم لأنهم مسلمون، ما حتى لو شربوا الخمر هم مسلمون، يحبون التوبة ويفكرون فيها كثيرا. ولو أردت منهم موعظة عن الخمر ربما أعطاك بعضهم موعظة، لماذا لا يستطيعون تركها؟ وربما كان لهم أكثر من محاولة. السبب أنهم يحومون حول أجوائها. إذا تركت يا أخي المعصية فابتعد عن أهلها، إذا اجتمع بك أصحاب السوء الذين يجرونك إلى هذه المعاصي فقل لهم قولة رجل: إني وإياكم لا نلتقي أبدا حتى تتوبوا إلى الله، حتى تكون اجتماعاتنا على خير، نجتمع في المسجد ونجتمع في البيت على طهارة ونظافة، أما على المسكر لا. إذا قال العبد هذه الكلمة أظهر لربه جل جلاله أنه صادق وأنه عازم بالفعل على عدم الرجوع. أما أن يرجع الإنسان إلى صحبته، وربما سافر إلى الأماكن التي يشرب فيها الخمر، وربما اتصل بفلان وفلان، فهذا أمر يدل على أن الرجل ليس بصادق في عزمه على عدم الرجوع. ولذا فإن الأمر يجب أن ينتبه له يا عباد الله، وهذا يصدق على أي معصية. بعض الناس تكون معصيته في إدمان النظر إلى الحرام، فهو يترقب الساعة التي ينظر فيها إلى بلايا ومنكرات وفواحش من خلال ما يعرض في بعض وسائل الإعلام، وهو من أهل الصلاة وربما كان من أهل الخير والإحسان والبذل والإنفاق، لكنه لا يطيق الصبر عن هذه الفواحش وهذه القاذورات، وهي في الحقيقة قضية إدمان. فكما أن للخمر مدمنين، فإن للقنوات ولمشاهدة الفواحش مدمنين أيضا. كيف يتخلص من هذه المعصية؟ يقطع الطريق على نفسه نهائيا أن يجلس في هذه الأماكن،
هذه الأجهزة لا يجلس أمامها ولا يذهب إلى الأماكن التي هي فيها، إن كانت في بيته فليركلها خارج البيت، إنه يريد الجنة وهذه تصده عن الجنة، فلماذا يبقيها؟ لماذا يبقيها؟ إذن يا عباد الله، هذا الشرط وهو العزم على عدم العودة إلى المعصية يسقط عند عتبته كثير من التائبين. خامسا، أن تكون التوبة قبل ساعة الموت. ترى بعض المسلمين يفعل ما يشاء حتى إذا اقترب أجله ورأى ساعة الموت قال: أنا تائب، أنا نادم، أنا كذا وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ساعات الغرغرة حين يذوق مرارة الموت. ويقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه ليست توبة. سادسا، أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. سابعا، إذا كانت المعصية تتعلق بحق مخلوق بمعنى أنه لا بد أن يرد له حقه وأن تحصل البراءة منه، فعند ذلك لا بد من رد الحقوق إلى أهلها، كتوبة السارق مثلا، وتوبة بعض المختلسين، وتوبة بعض الظالمين لبعض المخلوقين، توبة العامل والموظف من قبل كفيله، وسرقة الموظف والعامل من كفيله. هذه توبة تحتاج إلى زيادة، وهي أن يرد الحق إلى صاحبه قبل أن يقابل ربه جل وعلا، وحين ذاك فإن الله عز وجل قد يغفر له فيما بينه وبين المخلوق. أما الحقوق التي بين المخلوقين فلا بد من براءة المخلوق، ولا بد من تسامحه عن الذي ظلمه وأخذ حقه. عباد الله، إن الحديث عن التوبة حديث ذو شجون. التوبة فيها كثير من الأحكام التي تحتاج إلى بيان، وفيها كثير من المحفزات التي يحتاجها المسلم، فإنه جل وعلا يفرح بتوبتنا فرحا عظيما. أفلا يستحق هذا الرب الكريم العظيم الرحيم اللطيف البر أن نقبل عليه وأن نسارع إلى التوبة إليه جل وعلا؟ بلى والله، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن كثيرا من إخواننا المسلمين تلوح له التوبة كثيرا، ولكن يحول بينه وبينها أمور، وهذه الأمور لا شك أنها من عمل الشيطان. فلنتق الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، ولنبادر بإزالة هذه العوائق التي تحول بيننا وبين رضا الله تبارك وتعالى. فنقول وبالله التوفيق: من أبرز العوائق التي تجعل كثيرا من إخواننا المسلمين الواقعين في بعض الذنوب التي لا شك عندهم فيها، بمعنى أنهم يجزمون أنهم على خطأ وأنهم على معصية ومع ذلك لا يتوبون منها، من أبرز هذه العوائق أنهم يؤجلون التوبة. بعض الناس يعلم يقينا خطأه ويدرك معصيته ويجزم في قرارة نفسه حرمة ما يقع فيه من معاص ومخالفات، اعتاد عليها وصارت من طبعه، بل إنها جزء من حياته، لكنه يؤجل التوبة ويسوف فيها ويعلق توبته بأشياء. فربما قال بعضهم: حتى أتزوج. سبحان الله، وهل التوبة لا تجب إلا بعد الزواج؟ وبعضهم يقول: حتى أتخرج، وبعضهم يقول: حتى أعود إلى بلدي، وبعضهم يقول: حتى أبلغ الأربعين.
ويقول الثاني حتى أبلغ الخمسين، ويقول الثالث حتى أبلغ الستين، وهكذا يا عباد الله. لا يدري كل هؤلاء أن قبورهم ربما كانت قد حفرت، وأن أكفانهم ربما كانت أيضا قد طيبت لهم وهم لا يعلمون. كثير من الذين ماتوا لم يكونوا يفكرون أبدا في الموت، لكنه بغتهم، فلم يستطيعوا توصية ولا إلى ربهم يتوبون ويرجعون. وربما قال بعض الناس هداهم الله: سأتمتع قليلا بهذه المعاصي حتى أتوب، سأتمتع، سأستمر في بعض المعاصي ثم بعد ذلك أتوب. وهذا أيها الإخوة كله من الشيطان، وأسباب هذه الغفلة يرجع إلى جهل هؤلاء كلهم بأن التوبة واجبة على الفور، تجب التوبة مباشرة، لا يجوز تأخيرها. قال العلماء: أما وجوب التوبة على الفور فلا يستراب فيه، بل إنه واجب بإجماع المسلمين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض، فرض على الفور، لا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها العبد عصى بالتأخر، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير الذنب. انظروا يا عباد الله إلى هذه الدقة التي ربما لم نفكر فيها. العبد إذا أخر التوبة ثم تاب من الذنب يجب عليه أن يتوب من تأخيره للتوبة. يقول ابن القيم رحمه الله: وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة في الله، احذروا سوف، فإنها أحد جنود إبليس، واعلموا أن التعجيل بالتوبة فرض، كما أن التعجيل من مصلحة التائب. كيف يكون التعجيل من مصلحة التائب؟ نعم، لأن المعصية إذا أخرت التوبة منها صارت عادة للذي يقع فيها، فلا يستطيع الفكاك منها في كثير من الأحوال، تصير طبعا له، لا يقبل التغيير، وربما عاجلته المنية مصرا على ذنبه، فكيف يلقى ربه عز وجل؟ إن كثيرا من الذين أخروا التوبة من بعض المعاصي عاقبهم الله في الدنيا بعدم التوفيق للخلاص منها في المستقبل، فصار التخلص منها صعبا للغاية، بل إنها جلبت لهم ذنوبا أخرى. ولو أنهم بادروا وأسرعوا بالتوبة لوجدوا الله عز وجل قد يسر لهم أسباب الخلاص، والله جل وعلا غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. تصوروا أيها الإخوة هذا الحديث: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها، وإذا زادت حتى يغلف قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الإمام أحمد والترمذي. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ما هذه الغفلة؟ ما هذه الغفلة وأنتم مستبصرون؟ ما هذه الرقدة وأنتم مستيقظون؟ كيف نسيتم الزاد وأنتم راحلون؟ أخي المسلم، إن كنت ممن يسوف في التوبة إلى الله إلى هذا اليوم، فاعلم أن ربك جل وعلا قد فتح لك اليوم بابا ربما كان دخولك منه إلى سعادة لا تشقى بعدها أبدا. ليس بينك وبين هذا الباب إلا أن تعزم وتتوكل على الله. كم من مسلم حدثته نفسه بلزوم الاستقامة،
لكنه خاف من عيب الناس له ووصفهم له بالتشدد والوسوسة وغير ذلك مما يصدر من بعض من لا خلاق لهم. فتجد هذا المسكين يترك ما فيه نجاته مراعاة لأولئك البطالين، ويجب على هؤلاء المتخوفين من لمز وعيب بعض الجهلة أن يعلموا أن كثيرا من المنغمسين في المعاصي المدمنين لها لا يحبون لغيرهم أن يتوبوا، حسدا من عند أنفسهم وخوفا من أن يكون أولئك أفضل منهم. حتى قال بعض السلف والصدق ما قال، قالوا عن بعض شراب الخمر، عن بعضهم، أنهم ودوا لو شرب الخمر كل المسلمين حتى يستووا معهم. نعم، بعض العصاة يحب أن يقع كل المسلمين في معصيته حتى يصيروا مثله، نسأل الله العافية والسلام. ثم يا أخي المسلم، هل نسيت يا من يخاف من الناس، هل نسيت أنك قد خفت من الناس أكثر من خوفك من الله؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه. نعم يا عباد الله، ما معنى أن يخاف الإنسان من الناس أكثر من خوفه من الله تبارك وتعالى؟ أليس هذا دليلا على ذبول وضعف الإيمان؟ ثم هل نسيت يا أخي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتهم بالجنون وبالسحر وبالكهانة إلا لما استقام على شرع الله تبارك وتعالى؟ قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني متشددون، غالون، منفرون، كلمات تسمع كثيرا من بعض البطالين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم، يعني يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ثم اعلم يا أخي المسلم أن ما يصيب التائب المستقيم على شرع الله، ما يصيبه من أذى الناس وكلامهم عنه، إنما ذلك ابتلاء له من الله تبارك وتعالى ليمتحنه ويعلم منه صدق التوبة. فإذا صبر واحتسب ولم يبالي بالمخلوقين فإنه على الحق إن شاء الله، فيثبته الله جزاء له على الحق حتى يلقاه، ويكفيه الله تبارك وتعالى شر شياطين الإنس والجن. قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم ماذا يغيرك يا أخي المسلم إذا كان الذي ينتقدك هم المنحرفين والشاردين عن طاعة رب العالمين؟ وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. ثم تذكر يا أخي المسلم أنك ستقبر وحدك وستحشر وحدك، فلا ينفعك الناس لا بمدح ولا بقدح، ينفعك رضا الله تبارك وتعالى عنك. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا جميعا، إنه سميع قريب. أيها الإخوة في الله، يكون لبعض الناس شهرة في أمر من الأمور، كبعض الذين يبتليهم الله بممارسة الغناء، نسأل الله العافية لنا ولكم ولذرياتنا. هؤلاء مع الأسف إذا فكروا في التوبة لا تطاوعهم أنفسهم، حيث يقول لهم الشيطان إن التوبة ستقطع عليكم هذه المزايا، شهرة، صوركم في كل مكان، يعجب بكم الرجال والنساء، يصفق لكم، فإذا تركتم هذا ستزول كل هذه الأشياء، فضلا عن شياطين الإنس الذين يحومون حولهم حتى يحموهم من التوبة إلى الله. وصدق الله جل وعلا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تاب بعض المغنين وبعض الفنانين وبعض المغنيات والفنانات، ولكن ما إن مكثوا في التوبة يوما أو يومين حتى أحاط بهم جند إبليس وصرفوهم عن التوبة، ينقلون لهم الفتاوى الباطلة الصادرة من فسقة
لا تقبل شهادتهم فضلا عن فتاواهم، فإذا بهم يرجعون إلى الباطل، يرجعون إلى الباطل ظانين أنهم لم يكونوا على شيء، ولكن الله عز وجل يعلم صدق القلوب. هؤلاء يا عباد الله الذين يخافون على هذه المزايا وهذه الشهرة أن تذهب عنهم، حصل لمن قبلهم شيء من هذا، فهذا أبو العتاهية شاعر الزهد رحمه الله تعالى ينصح أبو نواس شاعر الخنا ويلومه على انغماسه في المعاصي ويشدد عليه في النصيحة حتى لا يموت وهو على هذا الكلام البذيء، فيقول أبو نواس: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي؟ أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي؟ سبحان الله، يخاف على الجاه الذي كان عنده. وقد يكون للإنسان شهرة أدبية أو مكانة اجتماعية، ولكن له آراء مخالفة لشرع الله، لكنه لا يتوب خوفا من ذهاب هذه المكانة، وهذا الخوف من الشيطان، بل إن ذلك نقص في عقل هذا الإنسان وضعف في شخصيته وضعف في مروءته. إن الإنسان الكريم الشجاع هو الذي يرجع عن خطأه ولا يتمادى فيه، ويجب أن يعلم هؤلاء، يجب أن يعلموا أنهم إذا تابوا وأحسنوا العمل وطابت سيرهم فإن لهم المنزلة العالية عند الله وعند المؤمنين في الدنيا والآخرة. ثم إن الشهرة والجاه والمال إنما هي أعراض زائلة تنتهي بنهاية الإنسان، فماذا ينفع هؤلاء إذا قدموا على ربهم جل وعلا؟ إن العاقل هو الذي يبحث عن محبة الناس واحترامهم من أجل دينه ومن أجل مروءته ومن أجل عقله وأخلاقه ونفعه للخلق. فكم من أناس كانت لهم المكانة الكبيرة من أجل أموالهم، فلما تغيرت أحوالهم وخسروا أموالهم انفض عنهم أقرب الناس. وكم من صاحب منصب تنهال عليه الجموع في المناسبات، فإذا ترك المنصب كأن أحدا لا يعرفه، بل إن بعضهم ربما يصاب بعد ذلك بأمراض نفسية فيكون في مصحات فلا يزوره أحد. يا عباد الله، إن الذي يحب من أجل دينه ومن أجل خلقه ومن أجل مروءته ومن أجل نفعه للناس وقضاء حوائجهم، هذا هو الرابح إن شاء الله إن أخلص النية لله تبارك وتعالى. عباد الله، ومن المعوقات التي تعوق توبة بعض المسلمين أن بعض الناس يكون لهم عمل صالح وقد يحسبون من الصالحين ومن الخيرين، فتكون سيرهم حسنة ويظنونهم في قرارة أنفسهم أنهم ليسوا بحاجة إلى توبة، فيظن هذا المسكين أن وصف الملتزم أو وصف الصالح أو وصف الطيب يكفيه عن التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهذه غفلة، غفلة عظيمة، لأن الناس كل الناس بحاجة إلى تكرار التوبة والإكثار منها، ولو كان أحد مستغنيا عن التوبة لكان سيد البشر محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا مسلم في صحيحه يروي لنا عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. 100 مرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون، معصومون من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها، وهم بما أخبر الله به عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وليست التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات، وهي واجبة على جميع الخلق.
انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن كثيرا من المسلمين تخفى عليهم بعض الذنوب ويجهلونها. نعم يا عباد الله، ذنوب كثيرة لا نعرفها. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. ولهذا يا عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. من منا يسمع دبيب النمل؟ الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وإذا طالب بعض الغيورين بعض الدعاة وبعض المحسوبين على العلم، طالبوهم بالحديث عن التوحيد وعن الشرك، قالوا: أنتم تكفرون الناس وتبحثون في عقائد الناس، وهذا أمر أكل الدهر عليه وشرب، ونحن قد رضعنا التوحيد مع حليب أمهاتنا، كلام سفيه لا يساوي شيئا. الشرك لو كان أحد يأمن على نفسه لكان إبراهيم الذي قال عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الشرك أنه أخفى من دبيب النمل. الشرك، فما بالكم يا عباد الله بما هو دون الشرك؟ أنبياء الله خافوا على أنفسهم المعاصي. يوسف عليه الصلاة والسلام يقول عن فتنة النساء التي تساهل كثير منا فيها هذه الأيام نظرا واختلاطا وكلاما وتساهلا، يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله أكبر. حينما تكون النفس لا تعلق لها إلا برحمة الله فتطلب العصمة من الله عز وجل، وهذه من معاني التوبة إلى الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ أخفى من دبيب النمل، كيف الخلاص منه؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهو حديث حسن. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، إنك أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. ذنوب لا يعرفها الإنسان، يلقي الكلمات وتحمل البلايا وهو لا يدري. كم من ذنب دفن لا يعلم عنه صاحبه، لكن هل تاب منه؟ وفي صحيح مسلم كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. هذه دقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الاستغفار من كل أنواع المعاصي والذنوب. ألا فليحذر مسلم يغتر ببعض الطاعات التي يؤديها فيظن أنه لا يحتاج إلى توبة. ومما يحول دون توبة بعض المسلمين أن بعضهم يترك التوبة ويتمادى في الذنوب معتمدا على سعة رحمة الله، وتراه يردد دائما: إن الله غفور رحيم. حتى قال أحد الجهلة: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. والجواب لهؤلاء في قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ثم إن الدين ليس بالتشهي والاختيار، ليس على هوى الإنسان يقول بعض الآيات ويترك بعضها. وفي الحقيقة إن الذي يقع تحت تأثير هذا المرض وهو التعلق بالرجاء دون توبة، في الحقيقة هذا قد انتصر عليه الشيطان. نعم انتصر عليه الشيطان، بل إن هذا سفه في عقله. هؤلاء
يحصل عليهم نوع مخادعة للنفس. نعم، إن الإنسان يخادع نفسه إذا قال هذه العبارات. هو يعرف أنه لا يستحي من ربه في كثير من الأحيان ويقترف الموبقات والمعاصي، فلماذا يردد إن الله غفور رحيم وهو يعرف أن هذا الغفور الرحيم سبحانه وتعالى قد فتح أبواب رحمته للتائبين وليس لمن يتبجح بمعصيته؟ إن هذا يا عباد الله نوع من مخادعة النفس، بل وتطمينها حتى تستمر في غيها دون تأنيب. كيف يكون ذلك؟ بعض الناس يشعرون بمرارة المعصية ولكنهم لا يريدون تركها ولا مفارقتها لأن لها لذة عندهم. هذه اللذة المؤقتة لا يحبون زوالها عنها، فيرون أن التوبة تقطع هذه اللذة، فيمنون أنفسهم بمغفرة الله حتى لا تضيق صدورهم بالتفكير في المعصية وبالتفكير في التوبة. والله يا إخوة، إن هذا بالفعل سفه في العقل. هذا كأنه إنسان فيه مرض، قيل له هذا المرض لا بد من استئصاله، لو لم يستأصل فقد جرت العادة. هذا أمر معلوم عند جميع الأطباء أنه إذا ما استأصل هذا الجزء اليسير من المرض فإنه قد يسبب هلاكك، يمتد إلى جسمك كله. فأنت تختار، إما أن نستأصله مع شيء من الألم، وإما أن نعطيك أقراصا تهدئ الألم لمدة يوم أو يومين. فقال لا، أنا أريد هذه الأقراص. هذا ليس بعاقل الذي يقول هذا وهو يعلم أنه ربما مات بعد شهر أو شهرين، والله عز وجل يسر له أسباب العلاج، ولكنه يرفضه من أجل أن يتلذذ بذهاب الألم يوما أو يومين. ونحن لا نتحدث عن من يتركون المعالجة من باب التوكل على الله، هؤلاء لهم باب آخر لا نتحدث عنه. نحن نقول من قدم هذه اللذة العاجلة الصغيرة اليسيرة على رضا الله عز وجل وما يتبعه من لذات عظيمة لا تنقطع. ثم إن التساهل يا عباد الله في أمر المعاصي غرور يخشى على صاحبه من غضب الله، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. هذا لا يقبل أيها الإخوة أبدا. كثير من المسلمين يجمع من المعاصي ما الله به عليم ثم يقول إن الله غفور رحيم. سبحان الله، لم تعرف أن الله غفور ورحيم إلا الآن؟ ولذلك يا عباد الله، بعض العصاة يقول إن الله غفور رحيم من باب إحسان الظن، يظن أنه من باب إحسان الظن بالله. إحسان الظن بالله مطلوب، نعم لا بد أن يحسن كل واحد منا ظنه بربه وأن الله واسع المغفرة، لكن مع شيء من العمل، مع التوبة والرجوع والإنابة. أما الذين يتعلقون بالرحمة ويرجونها وهم لا يعملون من أجلها فهؤلاء يتعلقون بسراب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع. انتبه يا أخي المسلم، وأقلع وبدل السيئة بالحسنة، استقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن بعدها، فهذا هو حسن الظن، والأول غرور، والله المستعان. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أيها الإخوة في الله، بعض الناس يعصون ربهم ويقولون هذا مقدر علينا ومكتوب علينا، عياذا بالله من ذلك. هذا مع الأسف أيها الإخوة، مع كونه عذرا قبيحا فهو دليل على عدم صحة عقيدة القضاء والقدر عند هؤلاء. ومن المعلوم بداهة عند كل مسلم أن القضاء والقدر
الإيمان به ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل المشهور. عباد الله، إن الذين يرددون هذه العبارة سواء علموا أم لم يعلموا، هم متبعون لفرقة فاسدة منحرفة عن الصراط المستقيم، يسميها العلماء طائفة أو فرقة الجبرية. الجبرية يرون أن العبد لا اختيار له، فهو إنما يتصرف بأمر الله عز وجل فقط، فهو لا اختيار له، يزني بغير اختيار ويكفر بغير اختيار. وهذا القول يا عباد الله فيه فساد الشرع وفساد العقل، إذ كيف يتصور أن الله عز وجل العدل الذي لا يظلم أحدا، الذي أرسل المرسلين عليهم الصلاة والسلام، الذي فتح أبواب الخير لعباده، كيف يظن به أنه يلزم عباده بفعل المعاصي؟ سبحان الله. الله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ويقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ ويقال بعد ذلك من قبل بعض هؤلاء الجهلة: إننا نعصي الله لأن الله عز وجل أرادنا أن نكون عصاة؟ أعوذ بالله، هذا سوء ظن بالله وجهل في عقيدة المسلم. ويجب على من يراوده نفسه أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد أن يتوب منه، فإنه قد يخسر كل شيء بمثل هذا الاعتقاد الفاسد عياذا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين، فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. إذن يا عباد الله، الاحتجاج بالقدر في المعاصي خلل في العقول. إن الذي يحتج بالقدر في فعل المعاصي ويترك الطاعات إنما يتشبه بالمشركين الذين قال الله عنهم، واسمعوا يا عباد الله ماذا قال الله عن المشركين: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الله عز وجل من رحمته بعباده لم يكلفهم ما لا يستطيعون، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يقال لهؤلاء: من المعلوم بداهة لكل مسلم أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، فكيف يتوعد العصاة؟ كيف يتوعدهم جل وعلا بالعقاب وهم لم يختاروا المعصية؟ ولو فكر هؤلاء المحتجون في مخالفة كلامهم للعقل لاستحيوا من الله ومن خلقه، فهم في أمور الدنيا لماذا يختارون ما ينفعهم من جلب الأرزاق وتحصيل المصالح؟ لماذا مثلا لم يجلسوا في بيوتهم ويقولون: إن رزقنا مكتوب؟ يسافرون ويفعلون الموبقات بعضهم من أجل الدنيا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا جلس في بيته لن يأتيه الرزق، فلماذا يقول هذا هنا ولا يقوله عندما يفعل المعاصي؟ لماذا؟ هذا دليل على الهوى. وما أحسن ما قاله بعض السلف، قال بعضهم: إذا قيل للعاصي: لما عصيت الله؟ لما أنت مسرف في المعاصي؟ تب إلى ربك. فقال: إنما أنا أعصي بقدر الله، الله عز وجل هو الذي قدر علي المعصية، فكأنه يقول: أنا لا شيء علي،
قالوا إذا قال لك هذا فاصفعه على وجهه صفعة يسقط على الأرض، فإذا قال لك لما صفعتني قل له صفعتك بقدر الله، فإن الله قدر عليك هذه الصفعة فلا بد أن ترضى بها، لن يرضى وسيطالبك بالقصاص. يقدم الناس بعضهم على قتل الآخر ويقول قتلته بقدر الله فلما تحاسبونني، هذا باب أيها الإخوة لا يقبل أبدا عند العقلاء، بل حتى الحيوانات ربما وهي ليس لها عقول إذا اعتدى حيوان على آخر ربما اجتمعت باقي الحيوانات وعاقبت ذلك المعتدي. إذن يا عباد الله، الاحتجاج بمثل هذه الأشياء لا يقبل أبدا. عباد الله، إن كثيرا من هؤلاء المقصرين هداهم الله، إذا قالوا مثلا لم يشأ الله إلى الآن أن نصلي، مسلم وتعرف أن الحد الفاصل بين الإسلام والكفر الصلاة، ولا تصلي ثم يقال لك صلي فتقول لم يشأ الله أن أصلي بعد. هذا الرجل الذي يقول هذا ومن كان على شاكلته هم في الحقيقة لا يقولون، في الغالب لا يقولون هذا عن قناعة شرعية أبدا ولا عن قناعة عقلية، لكنهم يقولونه تخلصا من الحرج، يقولونه هوى واعتذارا، ولكن الله عز وجل مطلع على ما في القلوب. ومن المعوقات التي تصد بعض المسلمين عن المسارعة إلى التوبة إلى الله عز وجل أن بعض المسلمين وفقهم الله لكل خير يتركون التوبة من بعض المعاصي خوفا من الرجوع إلى الذنب، فهم لا يثقون في أنفسهم، كما أن هذا أيها الإخوة فيه عدم إحسان للظن في الله عز وجل الذي يحب التوابين ويفرح بتوبة عباده. إن التائب الصادق في توبته سيجد إن شاء الله التثبيت والسداد من الله عز وجل على قدر حسن ظنه بالله وعلى قدر عزيمته وصدقه. يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني. رواه مسلم. ثم أيضا لا مانع من تكرار التوبة ولو حصل تكرار في الذنب، بل هذا هو الواجب، مهما رجع الإنسان إلى الذنب يجب عليه أن يتوب منه. وهذا أيها الإخوة من أسرار كثرة الاستغفار. لماذا أمرنا الله عز وجل بالإكثار من الاستغفار والتوبة؟ لكثرة الذنوب وكثرة الخطأ، ولأن الإنسان ينسى فهو ضعيف إلا أن يثبته الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه جل وعلا قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه مسلم. ما أعظم هذا الحديث لمن يفقهه، ما أعظم هذا الحديث لمن لا يحسن الظن في الله عز وجل فيظن أنه إذا تاب لا بد أن يرجع إلى الذنب. من قال لك هذا؟ إنه الشيطان. يقول النووي رحمه الله تعالى في فهم هذا الحديث: قوله عز وجل للذي تكرر ذنبه اعمل ما شئت فقد غفرت لك، معناه ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك. التوبة يا عباد الله هي سبب المغفرة، وليس تكرار الذنب هو سبب المغفرة. الذي جعل الله تبارك وتعالى يقول له
اعمل ما شئت فقد غفرت لك، لأنه يعلم أنه من التوابين. أيها الإخوة، إن الذي يكثر من التوبة والندم والمحاسبة يستبعد أن يكون مصرا على الذنوب، والموفق من وفقه الله عز وجل. ومن المعوقات التي تصد بعض المسلمين عن المسارعة إلى التوبة إلى الله عز وجل أنهم يغترون بإمهال الله عز وجل للعصاة وللطغاة وللغافلين، فتجد بعض المسلمين يقول في نفسه: ها أنا أرى الأرض قد امتلأت بالظلم والظلمة وبالمعاصي والعصاة، والمنكرات شائعة في أكثر بقاع الأرض، فما أكثر أكلة الربا، وما أكثر أماكن الفجور، وما أكثر المقصرين في أداء الصلاة. ثم انظر إلى نساء المسلمين في أكثر أقطار الأرض، أشباه عاريات، ومع ذلك فهم يتنعمون بالصحة وبالمال، ويعيش كثير منهم في رغد من العيش. شبهة يقذفها الشيطان في قلب بعض المسلمين فينصرفون عن التوبة إلى الله عز وجل. ولا شك يا عباد الله أن هذه الشبهة لا تقوم إلا في قلب جاهل بالله عز وجل وجاهل بسننه في الأرض، حتى إنه قال بعض الجهلة مرة من المرات، يقول: نحن المسلمين نستسقي عشرات المرات ولا يأتينا المطر، والكفرة لا يستسقون وكل يوم يمطرون. أعوذ بالله من الجهل، أعوذ بالله من مقالة أهل الضلال. هذا الكلام يصدر من قلة العلم ومن الانغماس في الشهوات، ولا يصدر إلا من جاهل متكبر بعيد عن الله تبارك وتعالى. نعم، وإلا فإنه قد روى الإمام البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والقرآن مليء بمثل هذه الأشياء. إن الله عز وجل جعل هذه الدنيا لجميع خلقه، مسلمهم وكافرهم، لأنها دار امتحان ودار ابتلاء، لا دار استقرار. متاعها زائل، حلالها حساب، فكيف بحرامها؟ المرض يكدرها، الهم والقلق يحقرها في عين المهموم والقلق. ولهذا يعطي الله عز وجل هذه الدنيا لمن يحب ولمن يبغض. عطاء الله مثلا للكافرين في هذه الدنيا وتمتعهم بها، لأنهم ليس لهم في الآخرة إلا العذاب. نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويقول تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولذلك يا أخي المسلم، انتبه إذا رأيت المسرف على نفسه في المعاصي والبعيد عن الله تبارك وتعالى، إذا رأيت هذا يستمتع بشيء من الدنيا فاسأل ربك العافية. هذه ليست علامة خير له أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب،
فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إن أعظم عقوبة يصاب بها العاصي أن يغفل عن معصيته ويظن أنه غير مستحق للعقوبة. ولذا قال بعض السلف: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. وهذا أيها الأخوة ملاحظ ويعرفه كل أحد. الإنسان إذا فعل معصية تجره إلى معاصي كثيرة، والذي يفعل الحسنة تنشرح نفسه ويتقبل الأعمال الصالحة أكثر. وهكذا والذين اهتدوا زادهم هدى. الله تبارك وتعالى إذا رأى إقبالا من عبده ولو في فعل حسنة واحدة يسر له الأسباب. أما إذا أقبل الإنسان على المعصية فتح له الشيطان أبوابا كثيرة للمعاصي حتى يلج فيها ولا يستطيع الخلاص. عباد الله، قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا ربي يا ربي كم عصيتك ولا تعاقبني. هذا مقال بعض الناس اليوم، يقول: أزعجتمونا، المعاصي المعاصي، نحن نعصي والحمد لله، ما حصل إلا الخير، نسأل الله العافية. وفاته ذلك الحديث أنه استدراج، حتى إذا جاءت ساعة الموت لا ينفعه الندم، يستقبل عمله. قال هذا الحبر: يا ربي كم عصيت ولا تعاقبني، يعني ما رأيت شيئا في الدنيا. فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ أي عقوبة أن يحرم الإنسان من لذة الصلاة؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، وهي جنة العبادة والأنس بالله تبارك وتعالى، انشراح الصدر بذكر الله جل وعلا. ولذلك أيضا قال بعض السلف: الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة وربما جاءت مستعجلة. أيها الإخوة في الله، لا يخفى على أحد حال الأمة الإسلامية اليوم وهوانها على نفسها فضلا عن أعدائها. الأخبار كل يوم تأتي بما يدمي القلوب: تسلط للكفرة، إذلال للمسلمين يزداد، وإلى الله المشتكى. ما أحوج الأمة الإسلامية اليوم، كل الأمة الإسلامية، ما أحوجها إلى التوبة إلى الله. إننا أيها الإخوة نرجو أن يحصل توبة جماعية. نعم، إن الذي يمكن أن ينجي هذه الأمة من حالها المتردي إنما هو التوبة، توبة عامة. يا ترى كيف يصلح الله حال هذه الأمة وهي لا تفكر في التوبة، لا تفكر في التوبة، يجادلون عن الباطل ويستمرئون ما هم فيه. كثير من المسلمين، كثير من الطغاة، كثير من الفجرة يدافعون عن باطلهم ويتهمون من يدعوهم إلى التوبة بأنه ظلامي. كيف يصلح الله حال هذه الأمة؟ شرك منتشر وفجور مدعوم ومقنن. التوبة يا عباد الله من تهميش الدين، التوبة من الدعوة إلى الفواحش ومن تلميع الرموز التي تدعو إلى الفواحش. هذه التوبة لا بد منها. التهميش من حبس الدين في زوايا المساجد، التوبة من التبعية للغرب، التوبة من ترك تحكيم ما أنزل الله بين الناس، التوبة من تربية الشعوب على الرقص واللهو والخنا، التوبة من ترك الجهاد في سبيل الله. كل هذا أمر مطلوب.
إذا تابت الأمة إلى ربها متعها الله بالحياة السعيدة ومكن لها في الأرض وهي موعودة في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. لقد ذكر الله عز وجل قصة توبة أمة كاملة في القرآن، أمة من الأمم تابت بأكملها. من هم؟ هم قوم يونس عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ما معنى هذه الآية؟ كان قوم يونس يسكنون في نينوى شمال العراق، حصل منهم الظلم وفقدوا نبيهم وابتعدوا عن الله عز وجل حتى ظنوا أن عذاب الله قد دنا بالفعل، مثل حال الأمة اليوم. من يستبطئ عذاب الله عز وجل؟ فلما ظنوا أن العذاب قد دنا لجأوا إلى الله. قال المفسرون: لجأوا كلهم إلى الله 40 ليلة يدعون ويتضرعون. فلما علم الله صدق توبتهم كشف عنهم العذاب وقال: ومتعناهم إلى حين. قال المفسرون: أي لم نعاجلهم بالعقوبة فاستمتعوا بالحياة الدنيا إلى حين مماتهم وقت انتهاء أعمارهم. فما أحوج أمتنا اليوم إلى أن تعود إلى الله ليرضى عنها ويرفع عنها هذا الذل وهذه المهانة وهذه الخيبة والتبعية لأعدائها. بعض المسلمين يكاد يصاب باليأس مما يرى، ولا يأس مع الله تبارك وتعالى، لا يأس مع العمل الصالح، لا يأس مع وجود التائبين والصالحين والرافعين أكف الضراعة إلى الله بأن ينصر الله عز وجل هذه الأمة. أيها الإخوة، إن كثيرين ممن يحملون في نفوسهم طيبة وخيرا من إخواننا المقصرين المفرطين لو فكروا في أنفسهم وفكروا بصدق لوجدوا أن سبب معاصيهم وتقصيرهم جلساؤهم. ولهذا أمرنا الله عز وجل بمصاحبة الصادقين، الصادقين في إيمانهم، الصادقين في معرفة مفهوم الإسلام، الصادقين في سلوكهم وأخلاقهم، الصادقين في تعاملاتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كما بين سبحانه وتعالى أن العلاقات والصداقات إذا لم تبنى على طاعة الله ولم يكن الدافع لك يا أخي المسلم عندما تختار رفقتك ومجلسك الذي تحبه، إذا لم يكن الدافع هو مرضاة الله تبارك وتعالى، فاعلم أنك داخل في قوله تعالى: الأخلاء. الأخلاء وليسوا أصدقاء فقط، أو الخلة أعظم مراتب المحبة. إذا قيل إن فلانا خليل فلان معناها أنه يحبه حبا شديدا لا نظير له، ومع ذلك يقول الله تعالى: الأخلاء. يومئذ، يعني يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو، عدو إلا المتقين. ليس فقط لا ينتبه إلى صاحبه، ليس فقط يمتنع عن إفادته، لا، بل هو عدوه، عدو إلا المتقين، إلا من بنوا علاقاتهم على محبة الله، على الأمر بالمعروف، التواصي على الحق، التواصي على الصبر. ما أشد موقف بعض الذين يأتون يوم القيامة وقد فرطوا في هذه القضية؟ إنه موقف حسرة
وندامة لمن انساق وراء أصدقاء السوء وجالسهم وجاملهم، وربما ظن أنه يحصل شيئا من الدنيا من ورائهم، حتى كانوا سببا في إفساده وإبعاده عن طريق أهل الإيمان. واسمع يا أخي المسلم إلى هذه الآيات التي لا تحتاج إلى تفسير. يقول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها الإخوة، ما أجمل تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما شبه جليس الخير وجليس السوء. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. طبقوا يا إخوة هذا الحديث على واقع الجلسة. إذا جلس الإنسان في مجلس خير فيه أناس يخافون الله، بما يخرج؟ يرتفع إيمانه، ينزجر عن بعض المعاصي، يشعر بانشراح. وإذا جلس في مجلس سوء خرج وقد أثقل نفسه بالسيئات والكدر والبعد عن طريق المساجد والبغض لطريق الخير. إذن أيها الإخوة، هذا مثال حقيقي. وقديما قالوا: الصاحب ساحب. نعم يا إخوة، ساحب ولو بعد حين. بعض الناس يقول: أنا أجلس أحيانا في بعض المجالس وإن شاء الله هم لا يؤثرون علي. الصاحب ساحب ولو بعد حين. ومن ادعى أنه لا يتأثر بمصاحبة الأشرار فقد غالط نفسه، والله إنه يغش نفسه، لأن أثر الصحبة يبدأ في القلب وربما لا يشعر صاحبه، والواقع يصدق ذلك. قال أحد العلماء رحمه الله: ما رأيت أكثر أذى للمؤمنين من مخالطة من لا يصلح، فإن الطبع يسرق، فإن لم يتشبه بهم ولم يسرق منهم فتر عن عمله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أيها الإخوة في الله، بعض المسلمين يبتلى بمجالس سوء يظنها ضرورية لا بد منها، كمجلس أقارب أو بعض أهله، وربما كان عمله يقتضي الجلوس في مجالس لا يحبها ولا خير فيها. والجواب لهؤلاء نقول: قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا كان لا بد من الجلوس أو اللقاء فيكون على قدر الضرورة. المؤمن لا يصلح دنياه على حساب دينه، المؤمن لا يصلح دنياه على حساب دينه. وليتفكر أحدنا إذا اعتذر بأنه لا بد أن يجلس في هذا المجلس، هل هو بالفعل لا بد أن يجلس؟ الجواب: هو يملكه، لا يملكه غيره. جاء في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم إنه طلب التوبة، والحديث مشهور. لما جاء إلى العابد وقال له: لا توبة لك، أكمل به المئة.
ثم ذهب إلى ذلك العالم الذي أشرق بنور الوحي فقال له: هل لي من توبة؟ فدله ذاك العالم إلى التوبة، بل إنه قال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ قال له: انطلق، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب. وهذا يصدق أيها الإخوة على من تاب بالفعل ثم رجع إلى مجالسه القديمة. بعض الناس يتوبون وتصدق توبتهم ويصح سيرهم، ولكنهم لا يلبثون إلا وقد رجعوا. السبب أنهم تساهلوا في الرجوع إلى المجالس التي كانوا يعصون الله عز وجل فيها، ولو كانوا يعقلون ما مروا من طريقها لقد ذاقوا حلاوة الإيمان، فكيف يفرطون في هذا؟ عباد الله، إذا أردنا مثالا واضحا على كون الجليس حائلا دون التوبة بالفعل، فانظروا في قصة أبي طالب. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعرف يقينا أن هذا الدين حق وأنه يقود إلى كل خير في الدنيا والآخرة، يقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة من جلساء السوء، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. على فراش الموت وبين يديه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم، كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فيلتفت على أصحاب السوء فيشيرون عليه بأن يبقى على دينه حتى خرجت روحه وهو يقول: على ملة عبد المطلب. أرأيتم أيها الإخوة مثالا عمليا أكثر من هذا؟ ثم انظروا إلى واقعنا، كثير من شراب الخمر هداهم الله، بعض الإخوة الذين ابتلوا بشرب هذا البلاء، وأصحاب المخدرات، ما الذي يحملهم على الاستمرار وهم يسمعون صباحا ومساء في كل مكان لا للمخدرات؟ ونحن نقول أيضا لا للخمور، فإن الخمر أم المخدرات، وما تشنه كثير من وسائل الإعلام على المخدرات وينسون الخمر هذا غلط، وينبغي أن يصحح في مفهوم الناس. الخمر من المخدرات، بل هي أم الخبائث، ولكن لأن الذي يشربها في الغالب وفي كثير من البلدان طبقة معينة يعرض عن التنفير منها كما ينفر من المخدرات. ونحن نعلم أيها الإخوة بيوتا كثيرة فسدت ودخلها البلاء من كل جانب بسبب الخمر، فالخمر بلاء. وإني أوصي الإخوة الذين يبتلون بشيء من هذا أن يتقوا الله عز وجل، لا يأتيهم ملك الموت وهم يشربونها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن، لا يدخل الجنة مدمن. الخمر بلاء، ربما مات وهو لم يصلي بسبب الخمر، فتكون خاتمته خاتمة سيئة. هذا مثال عملي أيها الإخوة، المخدرات والخمر. ما أكثر الذين حاولوا وعاهدوا وأقسموا ثم رجعوا لأن الأصحاب لم يتغيروا. إذا لم يتغير الأصحاب فإن العزيمة تفتر والشياطين يكثرون على هذا المسكين. أيها الإخوة في الله، الصحبة الطيبة لها آثار، آثار حسنة، كما أن الصحبة السيئة لها آثارها السيئة، وسنذكر طرفا من هذا إن شاء الله. عباد الله، عندما يسمع المسلم أهمية الصحبة الطيبة وفوائدها بل وضرورتها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من أصادف؟ وكيف يكون لي صحبة طيبة؟
كيف أتخلص من صحبة السوء؟ كيف أجد مجلسا يدلني على الخير؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.